يعتبر برلمان الطالب ضرورة حضارية تؤسس الأجيال مبادرة ومتفاعلة وإيجابية، وقد كان يوم أمس يوما ديمقراطيا بامتياز، حيث افتتح معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم برلمان الطالب الرابع، والذي وقف فيه الطلبة تحت قبة عبد الله سالم ليعبروا عن آرائهم ومطالبهم، وهو أمر يعزز لديهم القدرة للدفاع عن قضاياهم. والحديث أكثر عن الموضوع عن البرلمان الطلابي اللي حدث أمس، رحب معكم مشاهدينا بالموجهة والأستاذة شذى المري، موجه خدمة اجتماعية في يمكن وزارة التربية. صباح الله بالخير. الله بالخير، صباح النور. يا هلا ومرحبا فيك. يمكن احنا قلنا اليوم في بداية برنامجنا الأستاذة شذى ان فعلا امس يمكن تداول كثير من يعني وسائل التواصل الاجتماعي بعض مقاطع للطلبة وهم يلقون كلمتهم امام رئيس مجلس الأمة، فودنا بس نعرف من الأصداء اللي كانت من عقب برلمان امس. بصراحة كان بسم الله الرحمن الرحيم، شاكرت لك استضافتي اليوم معك بقناة المجلس. كان أمس تفاعل طلبتنا طلبة الكويت في برلمان الطالب كان تفاعل جدا تربوي ديمقراطي، والكل أشاد فيه، وإحنا كوزارة التربية لمسنا يعني دور طلبتنا في البرلمان، وكان أدائهم جدا جدا راقي على مستوى دولة الكويت. نعم، يعني أستاذة شذى يمكن هذه ما هي أول مرة تكونين أنت موجودة في هذا البرلمان البرلمان الطالب، فياليت لو بس تقولين لنا يعني رأيك وتقييمك للبرلمانات السابقة مع الحالي اللي حصل أمس. صحيح، طبعا هذا البرلمان الرابع كان البرلمان الأول في 2014 شهر 4 بعد، بس احنا هالسنة 1/5. الاختلاف ان احنا يعني بداية حتى معالي رئيس المجلس مرزوق الغانم قال إن هذا البرلمان ممكن يتغير ويتطور، فمن البرلمان الأول للبرلمان الرابع حتى طريقة الطرح الطالب صار فيها يعني تطور، نوعية طريقة الطرح صارت للأفضل. تبين تقيسينها على طريقة الإلقاء، تبين تقيسينها على طريقة الوقت اللي استخدموه وتحدثوا فيه، على طريقة الاستماع، يعني تدربوا وتعلموا حتى على فن الاستماع وتقبل النقد والاستماع بأريحية. في كم طلبة مشاركين في برلمانات سابقة وأهم شاركة في نعم برلمان تقريبا الرابع؟ ثلاثة. نعم، والسبب إن يعني ليش اخترتوا اللي شاركوا من قبل إن يكونون هم موجودين في هذا هو البرلمان؟ مو عملية اختيار أختي، هي عملية انتخابات في بداية كل سنة دراسية. عندنا إحنا مكتب الخدمة الاجتماعية بكل مدرسة يشكل مجلس طلبة. جميل. في اكتوبر يشكل مجلس طلبه، بعد ما يشكل هذا مجلس، بعد ما يشكلون المدارس جميعهم المجالس الطلابيه في المرحله المتوسطه والثانويه، بس احنا برلمان الطالب مخصص للمرحله الثانويه، نسوي بعدها تشكيل المجلس الاعلى لكل منطقه تعليميه، يطلعون النخبه بالانتخابات. بالانتخابات يعني هو مو انا اختار ابي هذا ولا هذا من المدارس، لا، هي انتخابات، يقومون الطلبه بتصويت لترشيح هذا الطلبه، يقومون بالنيابه عنهم في برلمان الطالب. جميل، يعني يمكن هم قاعدين يمارسون حقهم الديمقراطي او الديمقراطيه من قبل حتى لا يوصلون لقبه عبد الله السالم. بالضبط، هذا من يعني قرارات واختصاصات مكتب الخدمه الاجتماعيه في وزاره التربيه. جميل، لو بنتكلم عن الفائدة اللي ممكن تكون أو تعود على الطالب اللي شارك في هذا البرلمان، يعني أنت كنتي موجودة أكيد معاهم وشفتيهم في بداياتهم لأمس ما شاء الله. بالضبط. هل حدث تغيير بالنسبة لك؟ هو الفائدة قبل الطالب أو الطالبة، الفائدة تعتبر هدف، فائدتهم وهدفهم أنهم ندعمهم بالحياة الاجتماعية بطريقة ديمقراطية، بأنهم يقعدون في البرلمان يطرحون قضاياهم ويحطون بعض الحلول أو يعني يعرضون الحلول اللي ممكن تساعدهم في مسيرتهم التعليمية. ف يعني بالتأكيد قرص الثقة، أنت أعطيتيه ثقة، أعطيتيه تحمل مسؤولية، يعني مو بس أنت بتقول رأيك الشخصي، أنت قاعد تقول رأي الأغلبية أو رأي الطلبة اللي وصلوك للبرلمان الطلابي. فقرص الثقة وتحمل المسؤولية ودعمهم للحياة الاجتماعية السليمة وتقبل الرأي والرأي الآخر،
هذه من البنود الأساسية والضرورية لنبني شخصية الطلبة. أمس البنود اللي تم مناقشتها أمام رئيس مجلس الأمة من قبل الطلاب، يا ليت لو بس تشاركينا في بعض البنود اللي تكلموا فيها الطلاب. طبعا البنود كانت 4 بنود، أولها كانت البيئة المدرسية، اللي هي نخلق بيئة مدرسية جاذبة ووضع حصص دراسية ترفيهية لصقل المواهب، هذا البند الأول. البند الثاني كانوا يبون نسب القبول في الجامعة واختبار القدرات اللي كان يحدد مصيرهم، والبند الثالث اللي هو طريقة التدريس وطرق ومواد الاختيار الحر. أما البند الرابع اللي هو كان يعني اسعفني الحين اللي هو طريقة التدريس، طريقة التدريس في المدارس. نعم، وتجاوب يعني احنا كنا يعني شفنا بعد يمكن من ضمن الحضور اللي حضر امس هذا البرلمان الطلابي او جلسة امس مع ال 48 طالب وطالبة. نعم. حضور يعني وزير التربية الدكتور محمد الفارس، يعطي العافية. اي طبعا وجه له تحية ويعطي العافية على حضوره. تجاوب الوزير مع مطالب الطلبة وتفاعله، استشفيتوا شيء من الوزير؟ صحيح، كانت في بوادر طيبة من الدكتور محمد الفارس في هذا البرلمان، إنه من أول ما دخل يعني كان مروره على الطلبة والاستماع لهم ويعني تفاعل معهم داخل الجلسة، إنه هو كان مستمع جيد ومنصت جيد، وكان يعني وتعهد بأن كل ما يطرح في الجلسة سوف يتم مناقشته في أقرب وقت إن شاء الله لوضع الحلول المناسبة لهم. ال4 بنود اللي تكلمتي أو ذكرتيهم أستاذة شذا يمكن فعلا يهمون الطلبة والطالبات. نعم. من خلال أمس مناقشاتهم وأعطاء كل طالب وطالبة وقت أنه يعبر عن رأيه، بوجهة نظرك هل في بند ممكن بعد ما تحاور الطلاب أمام رئيس مجلس الأمة والوزير ممكن يأخذونها بعين الاعتبار أحد هذه البنود؟ إن شاء الله إن شاء الله، خصوصا معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق القانم تعهد أنه راح يستكمل كل الطلبات اللي طلبوها عيالنا في قبة عبد الله السالم، ونأمل خير إن شاء الله. إن شاء الله يعني لأن هم قالوا نبي برلمان رابع غير، إن لما نوصل البرلمان الخامس ما نطرح نفس القضايا اللي طرحناها في البرلمان الأول والثاني والثالث. صحيح، يعني نتأمل خير إن شاء الله. نتأمل يعني شيء حلو أن أسمع منك أستاذة شذا أن التعهد كان على ال4 بنود، ما تم التركيز على بند واحد ممكن أنه يكون سهل تطبيقه، لأن مصلحة دولتنا أكيد ومصلحة طلبتنا مصلحة اللي موجودين في المدارس. أمس ويمكن قبل بداية اللقاء تناقشت معك أستاذة شذا وقلت لك شفنا ثقة الطلبة وهم يتكلمون، في البعض استغنى حتى عن الأوراق وكان يعني الذهن وأفكارهم مرتبة وكانوا عندهم هذه الثقة والشجاعة أن يتحدثون. أكيد خذ منكم وقت وتدريب ووقت طويل. نعم. مش كثر خذ منكم هذا الوقت لأن يوصلون لهذه النتيجة الجميلة اللي حصلت أمس؟ مثل ما قلت لك أختي، إحنا من بداية كل سنة نسوي المجالس الطلابية في المدرسة، يعني من شهر أكتوبر يسوون عملية التصويت والانتخاب عشان يرشحون الطالب اللي يمثلهم في أي ملتقى. الطلبة يصوتون حق الطالب اللي يمثلهم. فإحنا تقريبا من شهر من أغسطس اللي هو شهر يعني تقريبا بداية السنة من أول يناير بدينا التدريب الفعلي. إنه يعني بروتوكول الجلسة، البنود والاقتراحات اللي تبون تقدمونها، وجمعنا آرائهم ومقترحاتهم من جميع المناطق التعليمية، وحاولنا كثر ما نقدر إن إحنا نوصل لهم حطوا آراء ومقترحات تبونها يعني بالفعل وتكون جديدة، يعني ما تكون مكررة، لكن اللي انعرض بالبرلمان مكرر لأن هم بالفعل يطلبون هذا البند في تغييره. يعني هم بحاجه ماسه في التغيير للعمليه التربويه حق فائدتهم يعني لفائده الطلبه. تقصدين البنود يعني تم اقتراحها من قبل الطلبه مو من قبل يعني مو توجيهاتكم انت او اقترحتوا بعض الامور؟ احتياجاتهم ومقترحاتهم وارائهم في كل المناطق التعليميه، اعطيناهم وقت انهم يجمعون اراء ومقترحات لجميع المناطق التعليميه، وبعدها يعني انتقلت لنا وتم فرز الاكثر في الطلب. نعم، وصار لنا البنود الاربعه هم الاكثر في الطلب. ذكرتي انه يعني اختيار للطلبه انه يكونون من ضمن هذا البرلمان يكون عن طريق الانتخابات. نعم. قبلها، لكن اكيد بعد ما تقابلون الطلبه لازم يكون كل طالب وطالبه يتمتع ببعض المهارات، انه يكون عنده القدره انه يواجه بالنهايه. صحيح. في حضور مثل هذه النوع من الجلسات. صحيح. الخطا شبه يعني ممنوع. اختي انا
تخيلي هم كلهم بدشون مجلس الطلبة في مدارسنا عشان يدخلون برلمان الطالب. يعني حاطين هدف. حاطين هدف إن اللي يبي يدخل مجلس الطلبة في مدارسنا أمنيته يدخل قاعة عبد الله السالم ويقعد كعضو ويتكلم. يعني ما راح يدخل واحد مجلس الطلبة ما يكون عنده القدرة على التعبير، القدرة على أنه هو يتكلم، يعني يعتبر قادر لنقل المعلومة ويوصل هموم الطلبة للمسؤولين. نعم. المرحلة الدراسية اللي تكون دائما مشاركة الثانوية إيه؟ من يعني جميع المدارس، كل من جميع المناطق التعليمية. جميل. يعني بالنهاية احنا شفنا امس الأداء مثل ما تفضلنا، وأدري يمكن شهادتك راح تكون مجروحة، لكن ودي تقيمين أداء الطلبة امس. بصراحة ممتاز. برافو عليهم. في بعض الطلبة يعني قدموا مثل ما قلت بدون ورقة، وارتجاليتهم وكلامهم وصل بشفافية للمسؤولين، يعني بمطالبهم، وعرفنا يعني بالفعل أنهم بحاجة إلى تطوير وتغيير في سياسة وزارة التربية لكي ننهض في مستوى التعليم لعيالنا. وبعد الجلسة اللي أمس، هل قعدتي مع بعض الطلبة؟ شفتي ردة فعلهم؟ شنو كانت الأصداء الجلسة عليهم؟ وايد مستانسين، وايد يعني كافي أنه الشكر استاذ انه وصلتينا لهالمكان. طبعا احنا مشاركه بلجنه كامله، يعني مو بس انا كتوجيه، في معي اعضاء لجنه، فريق كامل متكامل لجميع مناطق دوله الكويت. فكان اصداء عيالنا لما طلعوا مرتاحين ان قدموا ما في قلبهم بصوره تربويه لائقه. الحمد لله. يعني احنا يمكن الكل شاف، سواء اللي كان عنده اي اهتمام سياسي او لا، لكن فعلا شيء جميل ان نشوف طلبه لا يزالون خلف مقاعد دراسه لكن عندهم هذا الطموح وحب التغيير، وحبهم اكيد لدوله الكويت، يبون مستوى التعليم يرتقي اكثر، لان بالنهايه قاعد يقضون يمكن 15 سنه من عمرهم في مقاعد الدراسه. إيه، هذه ذكراهم. إيه، فعلا. يعني لما صحيح. يتذكرون، شيء يتذكرون؟ يتذكرون الاشياء الطيبه، يتذكرون انه يعني سووا حدث تاريخي. انا كل اقول لهم هذه بصمه بحياتهم. صحيح. بعد 10 سنين تفتح اليوتيوب تلاقي نفسك انت قاعد تتكلم باي منطق. صح، فعلا يعني رساله جدا جميله، ويعطيكم العافيه على هذا المجهود. تحضيراتكم يمكن اخذت منكم اذا بنقول من اول عقب ما يتم انتخاب الطلبه الى جلسه امس، ففريق كامل متكامل اكيد كان خلف هذا النجاح. نشكرهم فردا اللي والله الشكر موصول حق رائد الفكره. معالي رئيس مجلس الوزراء السيد مرزوق الغانم، واحتوائه وسعة صدره حق استماع هموم الطلبة. نعم أكيد. كل الشكر لك أستاذة شذى المري على تواجدك معنا وعلى هذا اللقاء، نتمنى لكم كل التوفيق وإن شاء الله من تقدم إلى تقدم. شكرا جزيلا. حياك. شكرا جزيلا. مشاهدينا نطلع فاصل ونرجع نواصل فقراتنا.